تمام، هنكمل مع بعض اللي هو ان احنا بقى من الكونتراكتورز برسبكتيف او من منظور المقاول، بعد ما اطرح لي او اطرح المشروع بشكل عام واحنا تقدمنا في شركه مقاولات، اشترينا كراسه الشروط وبدانا يعني بقى معانا الدوكيمنتس اللي قلنا عليها دي، بندرسها بالكيفيه اللي احنا قلناها. بيظهر بقى عندنا، يعني طبعا احنا بندرس عشان نترجم الكلام ده كله تكاليف ونحملها على اسعار البنوك. طيب افرض انا وانا بدرس بقى لقيت استفسارات، يعني انا مثلا لقيت ان هم كاتبين مثلا في السبيكس بتاعت بند معين مثلا، ان وليكن مثلا ممكن تلاقي بند مكرر فيه حاجه، يعني في شيء معين مطلوب تنفيذه ومكرر مرتين، يعني محمل مره هنا ومره هنا. هديك اكزامبل على كده، يعني من الحاجات اللي احيانا بتحصل مثلا فيها غلط، ان لو بقى عندك برد ارميد مثلا وليكن، فممكن تلاقي بند الارميد ده عشان يركب الارميد ده اللي هو يعني كلنا عارفين شكله على دايما او العمارات عشان المطر والكلام ده، التشكيل الميولي يعني بيدي شكل يعني حية كويسة. الأرميد ده عشان يركب بيحتاج شاسيه حديد تحت منه، محتاج قواطيع مباني، والشاسيه الحديد ده ممكن يشد عليه سلك شبك ويتسلخ مثلا وليكن. طيب فممكن تلاقي في المنطوق بتاع البند او في السباكس بتاعت بند الأرميد محمل عليه الشاسيه، وممكن تلاقيه غلطان ومنزل لك في بند تاني مثلا الشاسيه كبند مستقل. فده بيحصل مثلا احيانا في بعض الـ يعني بعض البيوت مثلا لما تروح على مشاريع. طب انا في الحاله دي هعمل ايه؟ هل انا خلاص اتجاهل ده واسعر ده شامل وارجع اسعر الشاسيه ثاني شامل او اسعر الشاسيه يعني مرتين؟ ممكن يؤدي الى يعني confusion او يعني طريقه مختلفه، فيبدا يبقى المقارنه ما تبقاش سليمه، ما تبقاش ابل ما نقول. فعشان نتلافى الكلام ده في حاجه اسمها ريكويست فور انفورميشن، ان انا ابعت استفساري اقول له دلوقتي الـ يعني في عيسى طبعا طبقا للمسلسل بقى بتاع البند، بند واحد ثلاثه في بتقول كذا كذا كذا، وفي حين ان انت في بند واحد اربعه بتقول الكلام مثلا عكسه او مكرر نفس البند تكون على حته الشاسيه دي. فبالتالي انا بعت كل الاستفسارات بتاعتي، عاده بيبقى في حاجه اسمها جلسه استفسارات بيبقى محدد ليها ميعاد من قبل الملك، حضرها الملك وحضرها الاستشاري، حضرها المقاولين اللي ليهم استفسارات، فبيبدا يجاوبوا على الاستفسارات بتاعت الناس. محتاجه حاجات ممكن جلسه كده ممكن ميل او الكلام ده ايا كان طريقه التواصل، يعني الشاسيه محمل بس على البند اللي هو مثلا بتاع الارميد وهنلغيه خالص كبند مستقل مش هيبقى موجود، فهو بيرد عليك في كل الحاجات. زي مثلا لا ممكن يبقى في حاجه على في لوح الاي سي دروينز مثلا بلاطه ومنسي مش مكتوب عليها مثلا التخانه بتاعتها، فبالتالي انا ككالكوليشن لكميه الحديد او وزن الحديد في المتر المكعب خرسانه مش هبقى عارف احسبه، لان انا مش عارف اكعب الخرسانه نتيجه انا مش عارف تخانتها اصلا. فبالتالي هبعت استفسر يا جماعه البلاطه دي تخانتها قد ايه؟ سمكها قد ايه؟ فيبدا هم يرد علي يقول لي اه البلاطه دي مثلا تخانتها كذا سنتي وهكذا. بيردوا على الاستفسارات بقدر اقدم ايه؟ يا اما اقدم التكنيكال بيت بتاعي واقدم الكوميرشال بيت بتاعي. طب ايه التكنيكال بيت وايه الكوميرشال بيت؟ التكنيكال بيت ده اللي احنا بنقول عليه مظروف فني. مظروف فني ده بيبقى مجموعه من الداتا مطلوب، هم بيبقوا طالبين مني في كراسه الشروط بتاعتهم ان انا اقدم في المظروف الفني حاجات معينه. زي ايه؟ زي مثلا بروفايل بتاع الشركه او سي في الشركه، المشروعات السابقه للشركه، فعشان يتاكدوا ان الشركه دي عندها الخبرات الكافيه للنوع ده من المشاريع. طيب الحاجه الثانيه ممكن يبقى طالب مني الريسورسز بتاعت الشركه، انت ايه الاستراكشر اورجانيزيشن بتاعك، يعني انت عندك مثلا رئيس مجلس اداره للشركه تحتيه مثلا المدير التنفيذي، وعندك مثلا مدير
المكاتب الفنيه، وعندك مثلا عندك رئيس مثلا قسم للمانجمنت بروجكت مانجمنت مثلا، وده مثلا تحتيه ستاف قد ايه وده تحتيه ستاف قد ايه، يعني ده الهيومن ريسورس مثلا، تشكيل شكل الاورجنايزيشن بتاعتك عامل ازاي. انت مش هينفع مثلا نتكلم في مشروع مثلا ب 500 مليون وانت الستاف بتاعك 3 مهندسين مثلا، الكلام مش منطقي. طيب لا، طب انت الريسورسز بتاعتك، لو احنا بنتكلم في مشروع ضخم مثلا جدا، لازم تبقى الشركه دي كبيره انف وعندها المعدات الخاصه بتاعتها، عندها مثلا اللودر بتاعها، ممكن يبقى عندها يعني ايا كان بقى المعده، الهراسات مثلا بتاعتها، لو احنا في شركه تخصص مشروعات طرق، فانت شغلك كله معتمد على الهراس والكلام ده. فانت منطقي ان انا لو بطرح مشروع طريق طوله 100 كيلو مثلا، يبقى الشركه دي عندها المعدات الخاصه بتاعتها، مش بتروح تاجرها من السوق يعني. فبالتالي ده التكنيكال بيد، بيبقى طلبات مطلوبه من الشركه او من الشركات المتقدمه للمشروع، ومطلوب منها انها تقول الريسورسز اللي عندها وامكانيات الشركه، وبناء عليه في البت الفني ده، ان انت مقبول فنيا هتكمل معانا لمرحله الكوميرشال بيد، او انت اصلا مرفوض فنيا فاحنا مش يعني مش منتظرين منك عرض سعر. وطبعا بيبقى في دايما فتره تظلمات كده، يعني انت اترفضت فنيا لسبب بعينه، فانت حقك ان انت يعني تقدم زي تظلم على رفضك الفني ده، لو انت عندك يعني نظر او سبب شايف ان هو من حقك ان انت تقبل فنيا، ان انت يعني مقدم. افرض مثلا هم بيقولوا ان انت مرفوض عشان انت ما عندكش، وانت من ضمن الاصل بكم اللي قدمتها عقد ملكيه لودر مثلا مريك، بس هو وارد ضاع من اي سبب من الاسباب، ما تشافش، حصل اي حاجه، فانت بتتظلم، بتقول انا يا جماعه لا، انتوا ظالمين حقي اتقبل فنيا بالنسبه للطلبات بتاعتكم. بس فبقى في فتره لتقديم التظلمات والبت فيها، وبعد كده بيبقى في بقى ايه، فتح مظاريف الماليه بقى، اللي هي زي ما احنا قلنا كل الشركات دي خلاص بقى يعني بقينا موافقين عليها كمالك واستشاري، موافقين عليها موافقه فنيه، وهنقارن ما بين اسعارها وبعضها. وفي المقارنه بقى بين الاسعار عاده الناس بتلجا لصاحب السعر الاقل يعني. طيب يعني بيبقى بس جزئيه صغيره كده مش قصتهم، دي مشكلتك انت وانت كده اللي يعني هتشيلها، انما لا انت جمعت حاجه غلط، يعني انت كاتب خلاص ان البند ده ب 1000 وده ب 1000 وده ب 1000، المجموع 3000، لا جيت انت وانت بتجمع وعملت مجموعهم 2000 بس نسيت 1000 من 3 من ال 1000 وال 1000 وال 1000 دول. دي غلطه مردوده بقى. يعني ايه غلطه مردوده؟ يعني اللجنه اللي بتراجع هتراجع العروض الماليه قدامها ليها، وهتجمع الاجماليات بتاعه البنود كلها، فهتلاقي ان لا ان انت ما طلعتش اقل سعر ولا حاجه، ده انت بعد ما رجعنا التجميع بتاعك انت كان عندك خطأ في الجمع، وبناء عليه انت طلعت المركز الثاني ما طلعتش اقل سعر، فخلاص انت كده مش هيرس عليك المشروع، وهيرسوا المشروع على اللي سعره اقل منك لان هو جمع صح ومجموعه اقل من مجموعك في النهايه. بس ده كده الكوميرشال بيد، ويعتبر ده نهايه الانيشيشن فيز، ان احنا خلاص هنتقدم يعني كشركه مقاولات بمصروف فني ومصروف مالي ولسع، وخلاص بيبعت لي بقى كشركه مقاولات، بيجي لي من الملك حاجه اسمها جواب الترسيه، ان خلاص تم ترسيه المشروع عليك. بس في جزئيه صغيره كده احنا كنا اتكلمنا على حته التامين، ان احنا بتبقى اصلا انت عشان تقدم على الـ يعني على المشروع نفسه، بتبقى حاطط حاجه زي يعني مديهم برضو خطاب ضمان او كده، حسب طلبات الجهه المالكه يعني. خطاب ضمان بيبقى تامين، التامين ده في حاله ان انت المشروع ما رسيش عليك ورسي على حد ثاني خلاص بيرده له، وفي حاله ان انت المشروع رسي عليك خلاص هم بيفضلوا محتفظين بالتامين ده له انت ل5% كتأمين نهائي، اللي هو زي ما قلنا بيرد بعد المشروع بسنة. وعشان تبقى فاهم برضو، انت بتبقى ضامن الأعمال لحد بعد سنة من المشروع وكمان 10 سنين. طب يعني ازاي سنة يعني او لحد 10 سنين؟ لحد 10 سنين من التاريخ التسليم الابتدائي ده بتبقى ضامن بندين بس، العزل والخرسانات، دول اللي حصل فيهم مشكلة خلال 10 سنين انت مسؤوليتك انك تصلحها على حسابك، وده اسمه الضمان العشري.
انما اللي بتضمنه يعني خلال سنه ده هي مبقاش فيها عيوب تنفيذ وعيوب صناعه، انما مش مثلا يعني حد وسخ الدهانات فيقول لك ادهنها لي، لا ده مش من حق، وان كان ده يعني ساعات بيحصل بس ده مش حق. انما اللي حقه ان لا، لو ظهر مثلا تنميل في المحاره فلا، انت مسؤوليتك ان انت تعالج التشريخات الشيوخ اللي ظهرت دي وهكذا. بس ده كده احنا نتوقف عند الفيز دي، احنا كده يبقى يعتبر قفلنا الانيشيشن فيز اللي هي تعتبر اول فيز في البروجكت لايف سايكل. زي ما قلنا بعد كده هيبقى عندنا البلاننج فيز، بعدين البلاننج فيز دي المرحله اللي احنا بقى بنخطط فيها للمشروع، بعد كده الاكسكيوشن فيز اللي هي مرحله التنفيذ، طبعا دي تعتبر يعني بتاخد اكبر جزء من المشروع، وبعد كده مرحله الكومونيتورنج اند كنترولنج. طبعا هم مش بيمشوا بالترتيب، يعني انا وانا بعمل بلاننج اصلا ممكن يبقى المشروع بدأ، شغال بعمل بلان مشروع شغال تنفيذ، ما انا بنفذ لحد ما بخلص المشروع خالص. بعمل المشروع ده مثلا مباني جنب بعض مثلا، فانا المبنى في مبنى كنت سابق بيه فبعمل له كلوزنج مثلا كفيز، وفي نفس الوقت لسه شغال في البلاننج بتاعت مبنى، في الاكسكيوشن بتاع مبنى ثالث وهكذا. فبالتالي المراحل دي بتتداخل مع بعضها خلال عمر المشروع. بس فاحنا كده شرحنا بس الانيشيشن وعن الكلوزنج. وزي ما قلت لكم في مرحله الانيشيشن هم كان في عندنا الاربع مواضيع دي اللي هم الفيزابيليتي والديزاين وان انت تجهز الدوكيومنتس وان احنا مش عارف الصوت لو بيقطع انا هعيد تاني، ان احنا زي ما قلنا البروجكت فيزز كلها وانها بتتداخل والكلام ده كله، وان الانيشيشن فيز يعني متكونه من اربع خطوات او اربعه بروسيس. اول بروسيس هي الفيزابيليتي ستدي، وقلنا ان احنا هيبقى في لينك في الكومنتس بتشرح الفيزابيليتي ستدي دي بالتفصيل، وبعد كده الديزاين وقلنا اللي المفروض يراعيها الديزاينر وابناء وير مهندس مثل للمالك وبتابع مع المصمم واضمن انه ما يحيدش عنها. وبعد كده في انا برضو كممثل مالك المرحله بتاعت ان انا بعد من الطرح، واخيرا المرحله بتاعت ان انا طرحت المشروع وانا جاء كمهندس مقاول ازاي بدرس الدوكيومنتس دي وبترجمها الاول بقدم استفساراتي لو عندي استفسارات وبترجمها في الاخر في مظروف فني ومظروف مالي. وزي ما قلنا ان في حته الفيزابيلتي حته الديزاين ليهم اوريدي خلاص بالتفصيل اكتر بكتير ما احنا اتكلمنا، ومرحله ان احنا اعداد الدوكيومنتس يعني من ناحيه المالك ودراستها من ناحيه مقاول دول برضو ان شاء الله هيبقى ليهم هتشرحهم اكتر بالتفصيل ما احنا تطرقنا ليهم. بس كده انا هتوقف عند الانيشيشن، ونقدر بعد كده ان شاء الله نستكمل في محاضرات اخرى باقي الفيز لو انتوا حابين. واعتقد احنا ممكن يعني نقفل على كده، وبقى يعني انا بس هعدي كده واوصل لاخر سلايد عشان لو في اي اسئله نتناقش فيها، وفي كمان الايميل اللي هو مكتوب على الشاشه ده اللي ممكن يعني حابين. تمام، شكرا باشمهندس محمود، ربنا يخليك، شكرا جزيلا لحضرتك، العفو، ربنا يجازيك خير. لو في اي حد عنده مداخله او اي حد عايز يسال حضرتك اتفضل يا استاذ المنسين. لا اعتقد لا مش كده، هقول لك ان دوي هتكون زبرت مبنيه. باشمهندس محمود، هو في حد في حد تقريبا في الشات كاتب في ظل الوضع اللي احنا فيه مع الفرد. ثانيه واحده انا هعمل ميوت بس عشان نسمع كلنا. باشمهندس محمود معايا؟ معاك، احنا ممكن تمام. يعني
اميوت شخص بكده واحد بواحد، بحيث ان هو نقول له انت عليك الدور ان انت تسال لو عايز تسال، وبعد كده تمام. نعمل له ميوت وناخد اللي بعده. هي ممكن الخطه حد الثانيه هم اه وصلوا. ممكن يعمل ريز هاند ويطلب مداخلة ويتفضل على طول. في حد كاتب في ظل المحاضرة باشمهندس مروان، تمام، تمام. في ظل الوضع اللي احنا فيه ده في انتشار الفيروس، المقاول متضرر بسبب ايجار المعدات، هل ليه تعويض مادي من جانب المالك الاونر بتاع المشروع؟ معلش هستأذنك، أنا من أول ما سمعت متضرر بعد كده الصوت قطع. تمام، المقاول متضرر بسبب ايجار المعدات، تمام، هل ليه تعويض مادي من تمام. جانب الاونر، وهل في عقود تلزم المالك في وضع طارئ زي ده بالتعويض؟ تمام. تمام، اوكي. طيب اللي حاصل ده اللي هو الكورونا فيروس، تمام. ده حاجه بتعرف في القانون بحاجه اسمها فورس ماجير. يعني ايه فورس ماجير؟ يعني حاجات خارقه للطبيعه. الفورس ماجير دي يندرج تحتيها الثورات، الزلازل، البراكين، الحاجه طبعا زي اللي احنا فيها كده اللي هو الفيروسات الفتاكه دي، كلها بيتحط تحت بند الفورس ماجير او الظروف القهريه. يعني بالعربي بيقول عليها في القانون ظروف قهريه، وبالانجلش بيسموها فورس ماجير. طبعا دي متغطيه في النون ستاندرد فورمز، يعني مش بس في العقود زي الفيديك والان اي سي والكلام ده اللي هي العقود الستاندرد فورم المشهوره الدوليه، لا ده حتى في عقود المقاوله المصريه هتلاقي دايما في اي عقد مقاوله مكتوب ان طبعا في حاله الظروف القهريه الامور دي بتقيم. طيب بتقيم ازاي؟ الاصل في الموضوع ان احنا عندنا تايم سكادول معتمد من قبل الجهه المالكه او ممثلها اللي هو الاستشاري بتاعها. انا كمقاول كنت مقدم في البدايه، بيطلب مني تايم سكادول او بيز لاين بلان، بقول ان انا هنفذ المشروع بالشكل ايه اهميه التايم سكادول ده؟ ما التايم سكادول ده مش مجرد ان انا اقول انا هنفذ البنود دي في الوقت ده، فانت تيجي تقول انت متاخر، فانا اقول لك ماشي بس انا هسلمك في الاخر في الميعاد. ده مش الغرض من التايم سكادول. الغرض من التايم سكادول يعني في مشاريع كتير للاسف في مصر مش يعني يعني ما تستخدموش صح، مجرد بيبقى بس يعني كده برواز بيتعلق ان ده ما بتعملوش حتى ابديت. لا، الغرض ان احنا نرجع له في ايه بقى؟ انا كنت اون تايم مثلا وماشي او متاخر لسبب ما يخصني او يخص المالك او ايفر، وبعدين جت الكرايزيس بتاعت حاجه زي الكورونا دي. هيبان قوي في حاجه اسمها الـ يعني الامباكت اناليسيس، تايم امباكت اناليسيس. التايم امباكت اناليسيس ده تحليل لما تسببه من ضرر عليا، تمام كده كمقاول بس. فالفيروس ده تسبب في ان مثلا طلع تعليمات زي ما حصل كده من الدوله ان انا في حظر تجول، فالناس هتروح مثلا بدل ما كانت بتمشي من الموقع مثلا الساعه 5 بتمشي الساعه 3، يبقى اليوم العمل تاثر قل مثلا ساعتين. طب بما ان يوم العمل قل ساعتين، اذا انا البروتكتيفيتي ريت بتاعتي ده خارج عن ارادتي، ده فورس ماجير. انا من حقي مبدئيا ان انا المده تزيد لي بنفس المده اللي انا اتضررتها. انا بقى كنت متاخر قبل كده، لا المده دي مش هدخلها، ما ينفعش تخش في الدراسه. فانت بتقدم كليم، بتقدم طلب اكستنشن اوف تايم، زياده مده قيمتها مثلا 3 شهور نتيجه للي حصل، وبتسبب الثلاث شهور هتقول هتريفير للبند الفلاني في العقد اللي بيقول ان في حاله الفورس ماجيرز، وطبعا الوباء ده يعتبر فورس ماجير، ده من ضمن الحاجات اللي معرفه في القانون المنتشره بالشكل ده بتبقى فورس ماجير، وبناء عليها يبقى من حقي المده الزمنيه دي. طب حقي اطلب تعويض مادي بقى كمان ولا لا؟ برضو معتل على التايم سكيدول اللي معمول. يعني انا مثلا لو انا وقع عليا ضرر مادي، الضرر المادي ده لا ممكن يبقى نتيجه ان انا اجر معده مثلا تاور كرين وليكن، لا ده ممكن جدا ما تاخدش تعويض عنه الا لو منصوص يعني نص صريح ان الحاجات دي الريسك ده شايله المالك مثلا. في حاله ان اسقط عقود المقاوله، طبعا بنتكلم على مشروع كبير بس احنا ممكن نتكلم على نوع من انواع العقود مثلا بيبقى كوست بلس، فانا بنفذ بالكوست اللي بتحمله زائد نسبه مئويه. ممكن في حاجه اسمها في كمان، يعني ان انا ليا ربح ثابت، هامش ربح ثابت، بس طبعا ده بيبقى في مشروعات حجمها مش كبير، بس في النهايه كوست محمل على المالك. انا هاخد اي تكلفه هتزيد عليا نتيجه للفورس ماجير دي ماليش دعوه، انا مش متحملها. فده حته الريسك الوكيشن اللي انا كنت بريفير ليه، ان انت لو انت حملت كل حاجه على المقاول
تمام هتعلى عليك، ولو انت حملت كل حاجه على نفسك هتقل التكليف عليك، بس انت ممكن تلبس انت فلوس كتيره جدا كمان. فاحسن حاجه ان انت تبالانس ما بين الريسكس في توزيع العقود بتبقى ملزمه في حاله الفورس ماجير اللي هي بيطبق عليها حاله انتشار فيروس زي اللي احنا فيه ده، ربنا يحفظنا جميعا. العقود ملزمه ان انت تعوض، بس تعوض باكستنشن اوف تايم، تعوض بقى بتعويض مادي زي ما قلت لك على حسب الريسك الوكيشن عامل ازاي. في حاله ان انت مأجر حاجه لا، انما في حاله مثلا ان انت ممكن تبقى بتجيب حاجات من بره، مثلا مستورد حاجه من بره، فمبدئيا في حاله تعذر انك تستخدم ماتيريال من بره، حقك ان انت تتقدم طلب ان بتغيير الماتيريال دي بماتيريال محليه. خلاص ما انت ما عندكش بديل ومجبر على الوضع ده، هو مجبر ان هو يوافق لك. تمام؟ عايز مثلا لا، ممكن يبقى انت في دراستك في الاساس بقى، ما هو انت هتشوف بقى ايه الريسكس اللي عليك وايه الريسكس اللي مش عليك. طب الريسكس اللي مش عليا خلاص الملك دي متحملها، وفي حاله الفورس ماجور اللي زي كده هو هيدفع ثمنها. اللي عليا انا ازاي انا امنها من البدايه؟ في حاجه بقى اسمها ريسك مانجمنت، ان انا اصلا وانا بدرس المشروع عامل ريسك مانجمنت بلان. الريسك مانجمنت بلان بتاعتي حاجه اسمها كونتينجنسي، حاجه لزوم الطوارئ كده. ممكن ابقى مامن الكلام ده مثلا ب 1% من تكلفه المشروع، بيبقى معمول دراسه لنوع المشروع بتاعك ومدى تعرضه للمخاطر. ما انا دلوقتي افرض انا طالب الحاجه والحاجه دي بقت مثلا عاملها شيبمنت من بره وهي جت لمين، لا هم راضين يستقبلوها ولا نافع ترجع نتيجه للسبانه ريسك زي ده. لو انا متعاقد مع شركه تامين تتحمل النوع ده من المخاطر، يبقى انا كده عملت ايه؟ خلاص انا دافع فلوس لشركه التامين، بس انا عامل تكلفتي من البدايه ان انا هدفع فلوس لشركه التامين، وفي حاله حدوث خطر من المخاطر اللي انا معمول لي عليها ريسك اساينمنت او ريسك الوكيشن من المالك. يعني المالك خلاص قايل لي لو انت جبت بضاعه البحر انا ما اعرفكش، العقد اللي ما بيننا بيقول كده، فانا عارف كده كويس من البدايه، وبناء عليه رحت انا تعاقدت مع ايه؟ مع شركه تامين. طب خلينا من الاكزامبل ده هقول لك حاجه ابسط بكتير قوي. تسليح، انت مسعر على ان حديد تسليح ب 10000 جنيه طن، ويعني في شهر ما انت شغال لقيته بقى ب 15000. طب ده يعني ده 50 كتير جدا. طب انت هتعمل ايه؟ هل تطلب تعويض عن الاسعار؟ العادي ان في عقود مقاوله بيبقى فيها تعويض عن بند حديد التسليح، بس ممكن يبقى فيها مثلا تعويض عن، مفيش تعويض عن النحاس او على الالومنيوم مثلا. ممكن تلاقي ان كابلات النحاس غليت جدا، فكابلات الكهرباء بقت غاليه ضعفين. هل انت من حقك تطلب؟ لا، لو العقد بتاعك مش من حقك. طب انت ازاي تامن نفسك من حاجه زي كده؟ والله انت ممكن من داي وان في المشروع ديل انك تدفع فلوس مقدم للمصنع اللي بيستدي، وتقول له انا هثبت معاك سعر. يبقى انا الريسكس اللي انا متحملها من البدايه هعمل لها حاجه اسمها ميتيجيشن او افويدنس او تنس. يبقى انا ده اسمه بقى ريسك مانجمنت، ان انا بشوف ايه الريسك اللي المالك متحمله، خلاص ده انا مجرد ما اقدم كليم هاخده، والريسكس اللي انا متحملها قراري، يا اما اعمل لها اكسبتنس، يعني انا شايف ان هي البروبابيلتي بتاعت حدوثها قليله جدا، فمش معقول انا هاخدها في اعتباري في المشروع، او ان انا شايف ان هي لا، ده احتمال نص مثلا تحصل، انا بعمل لها ميتيجيشن، ان انا مثلا لا بقوم رايح مثلا شاري نص كميه الكابلات، بحيث انها يعني ايه زي ما نقول ما تعورش قوي يعني. تمام؟ او ان انا اعمل لها افويدنس. اتكلم طب ازاي اقفلها؟ ان انا اروح اثبت سعر مع المصنع. طب انا الكلام ده هيجي عليا بان انا في الكاش فلو هدفع فلوس كتير في الاول، هيخش في دراستك. فاهم قصدي؟ فبالتالي الريسكات يا اما انا مش متحملها فخلاص هطلب بيها كليم، يا اما انا متحملها فهقرر ان انا هتعامل معاها بتكنيك من الثلاثه تكنيكس اللي احنا قلناهم دول، اللي هم الاكسبتنس والميتيجيشن بس كده. ودول كلهم مش تبعهم الفورس ماجير، يعني الفورس ماجير كده كده انت بتعوض عنها، وحتى حصل تعويم الجنيه مثلا، ده اكزامبل على حاجه فورس ماجير، حاجه قهريه غصب عنك باسعار الضرب. وبناء عليه مجلس الشعب اجتمع، اقر الحكومه، اقرت تعويض للمقاولين، كل المقاولين اللي بيشتغلوا مع الحكومه ليهم تعويض مثلا 30% من كون مليون، تاخد 300000 جنيه اكس بس. فبالتالي في حاله الفورس ماجيرز دي الحكومات بتتدخل وبتقر لقطاع المقاولين كله برسنتج معينه بناء على دراسه معموله.
اتمنى اكون جاوبت على السؤال. تمام. هو في يعني في اي اسئله تانية خاصه؟ ان شاء الله هننشر الفيديوز بتاعت حضرتك ممكن على الصفحه او على جروب الواتساب، وهيتم النشر للجميع ان شاء الله باذن الله. في مداخله من المهندس شادي. تمام اوكي. والمهندس محمد. هفتح بس ليهم مايك بعد اذن حضرتك. تمام اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا باشمهندس؟ والله جزاك الله خير، ربنا يكرمك على المحاضره الجميله دي. ربنا يبارك فيك. اتمنى الله يكرمك يا رب. احنا يا باشمهندس بالنسبه لمشروع اللي هي الرش بروجكت، مشروع الرش بروجكت ديت النظام بتاعها بيكون اتفاق العقد ازاي او الاتفاق ازاي فيها؟ طيب اذا بتتكلم ان هو المشروع من البدايه هو رش، مشروع من البدايه ان هو رش، بس بيكون بقى يعني الاتفاق فيها او العقد بيبقى بيتعمل بأني طريقه يعني؟ مشاريع اللي هي الرش بروجكت، انا بسمع في رش بروجكت شغالين فيه، فبيكون النظام ازاي بتاعها او الاتفاق ازاي بتاعها؟ جميل. اوكي. بص يا باشمهندس، هو مبدئيا لازم يبقى في سبب قوي لمشروع الرش. ليه؟ ان احنا عندنا الكونسترين بتاع البروجكت مانجمنت زي ما احنا عارفين، اللي هو الكوست والكواليتي والتايم. جيت على اي فاكتور من الثلاثه لازم التو فاكتورز التانيين يحصل لهم تاثر. بمعنى ايه؟ انا هجري في البروجكت، طيب هسرع البروجكت ده جدا، هخليه كراشد جدا. طب عشان اخليه كراشد جدا ده اوتوماتيك انا هستخدم ريسورسز اكتر، وبناء عليه الكوست هيزيد. مش مقبول ان الكواليتي تقل، يعني ده الديفولت. انا مش هينفع اقبل ان انا اعمل لي اي حاجه بس خلصت، يعني مش وارد في المشاريع البروفيشنال يعني. وبناء عليه يبقى انا كده مثبت الكواليتي وبضغط التايم، فلازم الكوست يزيد. اوكي طيب في سبب وجيه لان الكوست هيزيد. اكزامبل عشان نقدر نستوعب مع بعض، انا ليه هلجا ان انا اعمل كراش دي بروجكت او راش دي بروجكت؟ ليه هعمل كده؟ هعمل كده عشان انا بعمل مشروع مدرسه، ولو المدرسه دي ما سلمتهاليش في شهر 8 يبقى انا مش هفتح في 9، يبقى هيفوت عليا العام الدراسي، يبقى انا كان بيخش لي مثلا 5 مليون جنيه من الطلبه مش هيخش. ف كان ضغطة المشروع اقل من ال 5 مليون، يبقى انا يعني انا بتكلم في صافي مثلا نت هيجي لي للمدرسه دي 5 مليون جنيه ربح مثلا. فانا لو انا كلفت فانا ستيل كسبان مليون جنيه، يبقى انا هيبقى طلبي كاونر ان المشروع ده يبقى مضغوط يتنفذ ويخلص. يبقى اهم حاجه عندي، اهم فاكتور عندي، اهم كونسترين عندي هو ميعاد تسليم البروجكت. تمام. وبناء عليه ده كده الفاكتور اللي واضح للجميع. فهيبقى الفاكتور ده مغلص جدا ببنالتي على المقاول، ان انت لو مش في التيرمينال تايم ده لا ده انت عندك يعني غرامه تاخير تعوضني انا كمالك عن اللي كنت هكسبه. يعني انا كنت هكسب 5 واحنا المشروع ده العادي انه هيتنفذ باكس وانت هتقص 3، فانا هكسب كده الصافي بتاعي هيبقى نتيجه لضغطه المشروع هكسب مثلا 2 مليون. تمام. هبقى انا حاطط عليك بنالتي ال 2 مليون دول عشان ابقى انا كده كمالك مأمن نفسي. مثلا في قناه السويس التفريعه او يعني او المشروع اللي هو بتاع قناه السويس التوسعه او ايا كان اسمها ايه اللي اتعملت، كان هو الالزام انك تعمله في سنه بس. عم نص لا انت بوظت الموضوع خلاص، احنا في اعلان اتعمل اناونس اتعمل ان المشروع ده يخلص في سنه، ما ينفعش يخلص في اكتر من كده. فخلاص ده اهم كونسترين في المشروع لازم تحافظ عليه. زي ما اديت ابسط ان احنا بنتكلم في جامعه مثلا هتعملها او في مدرسه، ده اللي بيخليني الجا للنوع ده من المشاريع. طبعا النوع ده بيبقى الريسك فيه ان انت ما تلحقش عشان البروجكت يسعفكش. تمام. وبناء عليه انت بتبقى عامل حسابك على خطه كامله من الريسورسز بقى والبروداكتيفيتيز بتاعه الناس، باك اب بلانز وعامل كونتينجنسي بلانز، بحيث انها تضمن لك كمقاول ان انت تخلص اون تايم. طريقه ضغط المشروعات ليها تو تكنيكس، وفي حاله الراش بروجكت ميرج التو تكنيكس. الطريقه الاولانيه اللي هي الفاست تراكنج. فاست تراكنج دي ان انت تضغط المشروع مش عن طريق تزويد الريسورسز، لا عن طريق التغيير في الريليشن شيبس. السيكونس الطبيعي مثلا وليكن ان انا هشتغل بنظام ان انا شغال خرسانات مثلا، ولما اوصل للخامس ابدا مباني الارض. لا ده انا
في الفاست تراكنج هبدا مباني الارضي وانس ما انا فكيت مثلا الشده الخشبيه بتاعه الدور الارضي. فبيبقى الموضوع كمانجمنت كبروجكت مانجمنت من البدايه متضمن فكره الفاست تراكنج ان البنوك كلها تشتغل مع بعضها. طيب ما هو انا طب انا عندي تشالنج ان انا كده مثلا ده من اول المباني انا ليه كنت بخليه يبدا في الارضي وانا في الخامس؟ عشان بروتيره انتاج البنا اسرع من الخرسانات فكده هيوصل ويعطل. لا في حاله الفاست تراكنج انا مش بهتم بقى بحاجه زي كده. يعني انا باجي على ريسورس ليفل تمام مش 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 ممكن يبقى البنايين شغالين وبعدين واقفين لان هم عطلانين. او لو انا مثلا واخد المشروع ديزاين اند بيلد فانا ممكن اقدم حلول زي ان انا مثلا الجا لحاجه بوست تنشن بدل ما تبقى او بري كاست بدل ما تبقى خرسانه تقليديه عشان اقلل زمن فك الشده عشان سرعه ان البنود تبقى شغاله بارلل مع بعض وهكذا. فانا قصدي ان هو في الاخر بيبقى ليه بروجكت مانجمنت في متراعي في حته الفاست تراكنج دي اللي هي ان البنود تبقى شغاله مع بعض قدر المستطاع, ويبقى في حته الكراشنج ان انا بدل بقى ما يبقوا حداد 10 حدادين هيبقى 40 حداد على بدل ما هم بينجزوا المشروع يعني مثلا في السقف مثلا بياخد معايا 7 ايام لا هياخد معايا مثلا 3 ايام ولا يعني. متراعي في اسمها الاوبتيمم جانج سايز. يعني ايه اوبتيمم جانج سايز؟ يعني العدد الامثل لدولاب العمل. يعني انا ممكن مثلا لو بحفر بلودر هحفر في 10 ايام حفرت بلودرين هحفر في 5. طب معنى كده انا حفرت مثلا بثلاث لوادر احفر بثلاثه وثلاثة من 10 يوم؟ لا مش شرط, لان حرق المانوفري بتاع اللوادر موقع ممكن جدا انها تعاكس بعضها فتاثر على بعضها سلبا. تلاقي ان انا بالثلاث لوادر احتاجت 4 ايام في حاله ان هو اللودرين بس احتاجت 5 يبقى لا يبقى في حاجه اسمها اوبتيم هتحقق لي. طب لو انا خلاص باجنور تماما الكوست في حاله مشروع كراش دي بروجكت زي ما احنا بنتكلم لا انا استخدم 3 لوادر واخلص في 4 ايام لان انا اليوم بالنسبه لي من ان انا ابقى شغال يعني بالعدد الاوبتيم. فاهم قصدي؟ بس ده كده يبقى التو تكنيكس دول بنعمل لهم ميرج اللي هو الكراشنج الغرض في الاخر ان انا اضغط المشروع جدا كمده زمنيه بغض النظر عن الكونسترين بقى بتاع الكوست ان ده مش بالنسبه لي مش اهم حاجه. انا اهم حاجه بالنسبه لي التايم ايت التيرمينال تايم بتاعي ده من ناحيتي كمقاول. من ناحيتي كمالك انا حاطط عليك بيناليتيز تعوضني عن خسائري في حاله ان انت اتاخرت. يعني بقى بنتغاضى عن يعني القانون عاده بيقولك ان انت الغرامه التاخير حدها الاقصى 10%. لا ده الكلام ده في المشاريع التقليديه, انما المشاريع اللي نعملها كراشنج لا الشرط ده عادي جدا ان هو يتلغي ويحط شرط ان انا هاخد رقم معين. الرقم ده تعويض ليا عن ما فاتني من كسب. يعني في حاجه اسمها ما لحقني من ضرر وما فاتني من كسب. دي حاجه في القانون المدني حتى ان انت بتعوضني عن اللي فاتني من كسب او اللي وقع عليا من اضرار بس. فممكن يبقى دي قيمه غرامه التاخير. انا ثابت ان انا عندي ضيعته عليا موسم الدراسي ده. البودكاست بيقول ان انا هيجي لي 500 طالب, الطالب بيدفع قد كده يبقى انا صافي ربحي تقريبا مثلا طبقا للدراسه بتاعتي قد كده. وابقى انا ثابت في العقد ده من ضمن المرفقات ان انا الدراسه بتاعت مشروعي بتقول ان انا صافي ربحي السنوي كذا وبناء عليه هيتم اعتماد المبلغ ده بالخصم على او طب افرض مستحقات المول ما تغطيش. انا ممكن من ضمن الاشتراطات الخاصه بتاعت المشروع ان انا الزمه بتقديم خطاب ضمان بقيمه المبلغ اللي انا عايزه. في حاله التاخير خطاب الضمان ده واصرفه من البنك. باشمهندس محمود معاك يا باشا. جزاكم الله خيرا. في مهندس محمد ابو الهاشم معلش هيسال سؤال عشان احنا فاضل اقل من يعني اقل من 5 دقائق تقريبا. فاتفضل باشمهندس محمد. طبقت هنا اقل من 5 دقائق تمام اتفضل. باشمهندس محمد معاك تمام شكرا يا باشمهندس. بس انا عايز اسال عن حاجه اللي هو مثلا سامعني؟ معاك سامعك كويس. سامعني حضرتك؟ سامعك كويس حضرتك. سامعك باشمهندس. ايوه مع حضرتك. في حاله ان المجاول بياخد من في حاله ان المجاول تمام هو اللي بياخد من البنود الاخيره وبيحط في البنود الاولانيه بهدف يكون عنده سيوله في بدايه المشروع ان هو مثلا ينجز المشروع او يخلص بسرعه. فدي هل
في ريسك على المقاول، وهل مثلا في بند ما يلزموش لو مثلا يكمل المشروع الاخر يعمل البنود الاولانيه وياخد ربح اكتر. تمام، انا عايز طيب سؤال حلو جدا. هو ده عايش نوركيته سريعا كده عشان الوقت المتبقي. هو اللي انت قلته، التكنيك اللي انت قلته ده اسمه فرونت لودنج. الفرونت لودنج ده هو ان انت ايه البنود اللي هبدا بيها؟ والله انا هبدا بالحفر والاحلال وبعدين خرسانه عاديه واوعد خرسانه مسلحه مثلا، تمام، وبناء عليه طب انا اغلي الاسعار دي جدا، تمام، عشان كتير قوي من اللي مالك في الاول واشتغل بيها باقي المشروع او ما كملش اصلا باقي المشروع، تمام، وبناء عليه يعني ابقى انا استفدت الاستفاده الاكبر. طيب فكره الفرونت لود متعارف عليها والمفروض يعني كل الناس بقى، ما احنا لو رجعنا للبروسيسز اللي بنعدي عليها في البروجكت لايف سايكل هنلاقي ان احنا بن بريبير الدوكيومنتس للطرح، وبعدين المقاول بيدرسها وعشان يقدم اسعاره. فالهو وهو بيدرس عمل حسابه ان هو يعمل فرونت لودنج بالشكل ده، كذلك بتدرس العروض المقدمه. فحركه زي كده ممكن اصلا المقاول ده يترفض، يستبعد. اصلا انا حقي كجهه مالكه ان انا استبعد المقاول طبقا يعني لاسبابي اللي انا شايفها. فلو الفرونت واضح يعني وضوح بين، يعني مثلا البند ب 200 جنيه انت عامله ب 4000، فاهم قصدي؟ حاجه كده اللي هو فجاه يعني ده ان انت تستبعد نتيجه حاجه زي كده. فالمالك لو طبيعي ان هو يا اما هو عنده اداره فنيه او مستعين باداره فنيه من خلال استشاري بيقيموا الحاجات المقدمه، العروض المقدمه، مش بس اجمالي القيمه. يعني اجمالي القيمه دي احد الكرايتيريز او احد طرق اختيار المقاولين، انما انا حقي كجهه مالكه من اول نتيجه ان هو عامل فرونت لودنج، نتيجه عامل هو الحركه اللي انت بتتكلم عليها دي. انما بقى حته ان المقاول ايه اللي يلزمه ان هو يكمل المشروع، يعني خلينا نقول ان الملك الاستشاري بتاعه ما خدش باله والراجل ده في الاخر اجمالا هو اقل سعر فارسي عليه المشروع، طب ايه اللي يخليه ما ياخدش الحاجات اللي يعني اللي عملها فرونت لودنج دي؟ اصلا هي مش بالسهوله دي لسبب، لان احنا زي ما احنا قلنا لو راجعنا كده مع بعض، انت دافع تامين ابتدائي او تامين اللي هو النهائي اللي هو انت ساعه العطاء قدمته 5%، تمام، من قيمه العرض بتاعك. فانت لو واخد مشروع يعني ايا كان رقمه انت فيه 5% تحت ايد المالك مبدئيا يقدر يسيلهم في اي لحظه من البنك ويخلصوا دول وراحوا عليك. فهل اللي انت خدته اكتر يعني بعد خصم تكاليف تنفيذك للاعمال اكتر يعني يجوز في الحاله دي يرفع عليك قضيه، وهتبقى يعني وانت كده كان اول هتبقى اتدمرت، لان في الاخر المقاول اهم حاجه راس ماله، واحنا بنقول في السوق كده المقاول راس ماله سمعته، فيعني فانت كده سمعتك باظت اصلا، فاهم قصدي؟ فبالتالي حته دي لا هيبقى مضر عليك جدا انه يقدر يرفع عليك قضيه ويوقع يعني والمحكمه بقى تحكم عليك برضه بما يعني فاته من كسب او لاحقه من ضرر. ما انت زي الراجل ده هيضطر يطرح المشروع من اول وجديد لمقاول تاني، وبناء عليه المقاول الجديد ده ممكن يحط له اسعار اغلى منك. الفرق ده الحكومه هتحكم عليك بيه، لان المحكمه سوريا هتحكم عليك بيه، لان انت ده بدل ما يعمل مشروع ب 10 مليون عمله ب 11 مليون بسبب ان انت دخلت وما كملتش والكلام ده كله، بس هو يقدر يقضيك. ده غير ان هو تحت ايده الخطاب الضمان اللي ب 5% من المشروع اللي هيسيله اصلا، اول اجراء هيتخذه. فبالتالي لا هي الامور مش يعني مش بالبساطه دي، بس وارد طبعا ان انت تستخدم التكنيك ده بس وزن المعقول، يعني تغلي البنود الاول نسبيا، فاهم قصدي؟ بس